وربما على بعض القطاعات خلاف النفط والغاز. جاء كورونا ويعني خلط الأمور في بعض، خلط الأوراق أيضا ببعض، وقبلها أيضا كانت في أزمة انخفاض أسعار النفط. الخيارات المتاحة أقولها أيضا يعني كانت إما أن تسلم رقبتك يعني كدولة بمنظومتها الاقتصادية لمصاصي الدماء اللي هي بعض البنوك الدولية هذه، وهذه تفرض اشتراطاتها، تفرض اشتراطات ومعايير معينة تصل في حال بعض الدول التي أعلنت إفلاسها. بعض الدول تقول لك والله تحد من الخدمات، تحد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين. مثلا واحدة من الأشياء أنك تقول لك ما في شيء اسمه بلديات، ما في شيء اسمه أنك تروح وتأخذ هذه زبالة تكرمه يعني من بيوت الناس، وهذه خلها، وصارت في بعض الدول، ويمكن تعرفوا أنها صارت تلال من القمامة في شوارع المدن، لأن الحكومة رفعت يدها في مسألة النظافة، عن مسألة النظافة. ثم تأتي مسألة الصحة، ويأتي مسألة التعليم، ويأتي ويأتي حتى تحصل على يعني قروض ميسرة، أو يعني معالجات لأزمتك المالية من بعض هذه البنوك. وهنا يتدخل أيضا، لما قررت عمان أنها تشد الحزام على نفسها، تدخل الجانب السياسي، والجانب السياسي أيضا جاء في التصنيف الائتماني لعمان، ووصل إلى حد سلبي تماما، وكان في ضغط على عمان أيضا في مسألة التطبيع وغيرها، ولا أقولها بالفم المليان. ولذلك كانت عمان ثانية إما أن تسلم قرارها السياسي وقرارها السيادي، أو أن تعتز، وكما يقولوا إيش اللي يقولوا هذا، إيش تعزو بإيش، بأهلها، يعني يقول لك شد يعني الحكومة شدت العزوة كذا، العزوة بأهلها بناسهم، أن احنا والله لن نسلم رقابنا أيضا ومصيرنا السياسي، ولن نرضخ لهذه الضغوطات، فتعالوا نعالج مسألتنا والأزمة المالية اللي عندنا. فخرجوا بكثير من يعني التوجهات لمعالجة الوضع المالي. وحقيقة كنت ممن حضر هذه الجلسات قبل أن لا يعلن خطة التوازن المالي، وكان التوجه أكثر من كذا بكثير في مسألة الرواتب وغيرها، ولكن جلالة السلطان هيثم عزه الله كان عنده الصورة واضحة ومعلنة بشكل مباشر أن ما نصل لهذه المسألة. وغيرنا فيما يخص الضرائب يعني في المملكة العربية السعودية وصلوا إلى مرحلة 20% تقريبا أو شيء، وطبقوها من سنتين، إحنا إلى الآن ما لم يطبق مسألة الضريبة، ولكن من باب أن أيضا ما عمان ما تخسر هيبتها ولا قرارها السياسي ولا قرارها السيادي، فالعزوة كنتم أنتم. واليوم هو التحدي الكثير، يعني إما أن نقف كلنا مع بعض، أو أن يعني نبدأ في هذا الترهل شيء فشيء، ونبدأ نتناقص وتغرق هذه السفينة لا سمح الله. ومؤكد أن السفينة العمانية وأنتم فيها، مسارها بإذن الله تعالى بيد ربانها جلالة السلطان هيثم بن طارق إلى شواطئ الأمان دائما. الخيار الثالث أو أيضا الأطروحات الثالثة، هناك من يتربص بعمان ويقول لك احنا بنعطيك تشيك على بياض ونعالج قضاياك، ولكن بشرط أيضا قراركم تيجي للكفة الفلانية ولا للصف الفلاني. ولذلك عمان دائما اعتزت بأهلها واعتزت بناسها، والخيار هو أنتم. نقول في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه العزوة، أيضا الحكومة مطالبة أن تنظر لجيوب الفساد وجيوب المساءلة وكثير من الأمور التي يتحدث عنها المواطن. المواطن الآن مستعد، كما كنا نقول دائما وفي كل الاختبارات، ينجح المواطن العماني أن يحمل هذا الوطن العزيز على